بص كابتن احمد، حضرتك كنت موجود في جهاز لمنتخب مصر، وده كان عند جهازك وجهاز كيروش وجهاز اللي قبله واللي قبله. فكره انه انا بنقي من قد ايه، انا المفروض انا مدرب منتخب مصر، والجمله الشهيره انت عندك قاعده عريضه ممكن تختار منهم ازاي اللي طيب. بس تلاقي مثلا كارلوس كيروش يجي مش لاقي باك رايت، جهازكو مش لاقي مدافع، مش لاقي ليفت باك، مش لاقي. احنا عندنا مشكله في الكوره في مصر. ما هو انا لما ما الاقيش لعيبه في منتخب مصر اقدر اخدهم كمدرب منتخب مصر، بقى عندي مشكله، وكده كده المدرب بيتلام. تمام. بس هاخد انا اتكلمت الاول في حاجه واقعيه ولا مش حاجه واقعيه؟ يعني واقعي طبعا الكلام اللي انت بتقوله، ان احنا في بعض المراكز عندنا فيها مشاكل. تمام. نتيجه عوامل كتير جدا. زي ما وليد قال، في عندنا مشاكل في حاجات كتير، وانا بكمل عليه واقول عندنا انتظام المسابقه مشكله كبيره جدا. طبعا انت في اوقات كتير انت المسابقه بتاعتك بتكون شغاله، وكل البلاد اللي حواليك واللي بره موقفين. اوقات كتير انت تبقى واخد اجازات والفرق شغاله. التوقف الدولي ده توقف لكل الدول. انت بتتاثر، انت ولاعيبتك بتتاثر، لان مفيش انسجام في يعني بدني وذهني وفني. في لعيب بره بيلعب باستمرار ومواعيد مبارياته مظبوطه، بتيجي اللعيب المحلي الدوري يقف شويه ويكمل شويه ويضغط شويه، فبتلاقي هناك في جاب كبير جدا في اللياقه البدنيه والذهنيه واستعداد اللعيب للمباراه الدوليه، ما بين اللعيب المحترف اللي بره واللعيب اللي عندك في الداخل المصري. عشان كده انتظام المسابقه بالتوازي مع المسابقات اللي بره ده مهم جدا جدا، لان انا التوقف الدولي ده توقف لكل الدول، مش لدول ودول لا. صح. فالطبيعي يكون كل اللعيبه على نفس النهج. مزهور. دي نمره واحد. نمره اتنين، الفلسفه والتارجت اللي انا عامله مش شرط انا عاوز اوصل كاس عالم او عاوز احقق بطوله افريقيا، ولكن انا المفروض المدرب اللي اجيبه ده انا عاوز منه كده. بس هل انا عاوز منه كده البطوله الجايه ولا البطوله اللي بعدها؟ لازم يبقى عندي هدف طويل، خطه طويله الامد، خطه طويله. انا المره الجايه مطلوب مني احقق ايه؟ صح. اطلع كام لعيب؟ صح. ابني ايه؟ طريقه اللعب، هل المدرب اللي انا جايبه ده هيلعب بطريقه لعب مناسبه لقدرات اللعيبه اللي معايا والتوجه اللي انا همشي فيه ولا لا؟ عارف يا كابتن احمد، تكمله لكلامك، امبارح الاتحاد الايطالي لكره القدم اعلن ان روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي مكمل مع ايطاليا. تمام. ده ايطاليا خرجت من مين؟ بطله اوروبا. من مقدونيا. بس عشان ايه؟ عشان عنده خطه. أيوة. فسايبينه يعملها. المنتخب الاتحاد الالماني عمل من فتره طويله كده وبنى جيل بنافس على كل البطولات وكسب كاس العالم وكسب بطوله الامم. ليه؟ لان هو قال انا قدراتي العب بالطريقه دي، فانا عاوز مدرب يلعب بالطريقه دي. صح. سواء وبعدين الاتحاد اكبر مدربين المنتخبات الناشئين ونلعبوا بنفس الطريقه. مزبوط. فانت طلعت لعيبه خلاص هي بتلعب بطريقه معينه وحافظه الطريقه وبقى سيستم الدوله ده. فهل الاتحاد يقدر يفكر كده؟ يقدر يستعين بمدرب ينفذ طريقه تناسب القدرات اللعيبه المصريين مع اللعيبه المحترفه، ولا احنا كل شويه نجيب مدرب يلعب بطريقه وبعدين يمشي يجي مدرب يلعب بطريقه ثانيه؟ طبعا الطريقه دي بتاعت المدرب، ولكن الاتحاد لازم يكون ليه دور برضه. هو بيحط الاستراتيجي والهدف والتارجت بناء على اللي هو شايفه. يعني ما انا بجيب مدرب وبتكلم معاه في الحاجات دي، ممكن يكون معاه ستاف يشتغل في المراحل السنيه الصغيره ويتفقوا على الحاجات دي. فدي مهمه جدا ان احنا نشتغل عليها برضه للفتره الجايه.